19 انا بقيت حاب نزربه في بالي ماضي الساعه 11:19 دقيقه. اهلا وسهلا بكم الناس الكل تسمعوا في زوم 73 حتى النص نهار. تحيه للناس اللي قاعدين يتفاعلوا معنا على صفحه رسميه، وتحيه زاده للناس اللي قاعدين يطلبوا فينا على 73 278 600. نمشيو لبنان نحكيوا على حق الرد من عند سي مبروك بن سالم على القضيه اللي خذيناها في النهارين اللي فاتت، وقت نحكيوا على حي تتهز في الملك العمومي بلديه المكانه دخلت، ووضح سبيل عريبي القرار هذايا، ولكن سي مبروك عنده زادة ما يوضح بخصوص الموضوع هذايا، ذاك علاش باش ناخذوه في اخبار الساحل. اخبار الساحل في زوم 73. سي مبروك اهلا وسهلا بيك. حبايبكم شنو احوالكم؟ شنو احوالك انت لاباس؟ مرحبا بنجمه افهم. شكرا ليك. سي مبروك خلينا نذكروا العباد في الكلام اللي تقال في الحصه نتاع ولد البارح، ظهر لي دونك نسمعوهم شويه من الكلام اللي تقال، ومن بعديك نعطيك الوقت باش تجاوب على الاستفهامات هذيك. الجزاء هذا معناتها متعنت ومش قاعد يطبق في القانون، بدا يبني من غير رخصه. الحقيقه بلديه المكان بلديه بنان بوذر قامت بالواجب في معناتها قامت معناتها بالمعاينه وعملت القرار ايقاف الغاز، ثم من باقي ما رجعش عملت القرار هدم. تنفذ القرار الاولاني تنفذ القرار، لكن عاود رجع مره ثانيه، فهمتني؟ عمل التجاء المواطن هذا التجاء معناتها المحكمه الاداريه وعمل مطلب في ايقاف قرار لازم، لكن رفض، فهمتني؟ ترفض في المحكمه الاداريه، عاودوا هدوا له مره ثانيه، بلدي عاود هدت له، يعني كان اللي مات هذه معناتها عمل هيك وعاود سكر الطريق. تعرف شويه معناها الاجراءات الاداريه معقده شويه، معناها مراسلات الامن السيد الوالي، فما حتى حد معناها باش يوصل يسكر طريق، قضايا فضيحه معناتها في اي بلديه، الطريق مدرج في مثال مسكر لثالث مره تقريبا حسب علمي. لثالث مره. مش يتم تنفيذ قرار الهدم. والله استغرب اني معناها المواطنين كيفاش يتصرفوا، تقريبا في الثوره ولا قبل الثوره شويه هدوا له، ثم ريتار في تدخلات ما عندناش قرار بايقاف الاشغال، القانون يقول لك قرار هدم ديريكت، خلينا قرار هدم، وهو تعنت احنا باش ننفذوا قرار الهدم. بالنسبه لتنفيذ القرار باش نقول لك فيك انت، احنا حارسين على تطبيق قانون وراهم ما ينجم حتى حد يتمادى علينا. هذا الكلام اللي تقال في حصة زوم 73 بخصوص الموضوع هذا. يا سي مبروك عندك حق الرد وجاوبنا على الكلام هذا الكل. الله يبارك. قطعة الأرض هذية الأرض هذية نتاع خال بابا، وبابا متربي عند خالو وعطاها له خالو. قطعة الأرض هذية فيها حكم بالحوز عام 1981 بين السالم الحاج وبين صادق السلوقي هذا ابو سي عبد. من غير ما نسميه اسماء الناس سي مبروك. الله يبارك. بين الجار هذايا وبين سي زوز جيران. دخلوا المحكمه سي سالم بالحاج هذايا ربح القضيه بالحوز، ياخو معناتها ملك بالحوز، ياخو ملك، تعرفوا عليه. نعم 1988 وفي رخص بين دار كلوتير وجراج، وفيه معناها ورخصه من عند الوالي وكل شيء، بقينا احنا البقعه هذه قاطعه على حالها مسيبه باهي مسكره، ما يتعدى منها حتى واحد، تقريبا 40 عام مسكره راهم، مبنيه بالاحجار الصوان هذاك الصوان وبالشير ذاك العربي بني نتاع قبل 2011. يزوز هذايا سي فلان هذايا للدخل عضو في البلاد قال عضو في البلديه، كتم روحه مع البلديه، هو سيد رئيس البلديه السابق، وعملوا قرار نتاع هدم بابا. وبابا اني عمره 85 عام انا تعدى عليه بالقانون، هو تعدى عليه معناها بالمحكمه وكل شيء، وعملوا قرار وكذا كذا، جاوا هدوا له قالت البقعه دي مسيبه جي عامين ثلاث سنوات. أني شو عملت؟ بابا 85 عام عمره. مشيت أني خذيت عليه توكيل مفوض. ومشيت عملنا قضية استحقاقية بالبلدية. والقضية هذه قاعد تيجي تقريب سبع سنين، خمسة سنين، هبطت فيها توجه، وهبطوا فيها خبراء، ومشكلة بالبلدية، المحكمة أنصفتنا، أعطتنا قالت لك الملك راهي يرجع كما الحالة كما كانت عليه، راهي الحكم الابتدائي. استنفتها البلدية كي استنفتها حكمت بالإقرار.
علمتم احضر الحكم اني علمت البلدية على فريق عدم منفذ. لو ما عندكم حكم كذا كذا معناها راهو حكم بيت بعد سلم عدم منفذ هك هك هو سيدي حضر بعدك المدة المعمول به هذيك معناها الإجراءات مشينا باش نطبقوا باش ننفذوا الحكم نتاعنا. كلمت جيت عدم منفذ علم البلدية وعلم الخبراء وعلم الناس كل نهار الفلاني قال نوع عنا حكم بالتنفيذ شال البلدية وعلم ثلاثة خبراء هذا التنفيذ يا سيدي البلدية جاءوا العدم المنفذ وجاءوا الخبراء قاسوا وعملوا كذا كذا البلدية لا حضرت لا جاوبت ولا حد شيء نهار الخبراء قال احنا مدام البلدية ما جاتش عندنا حكم فيه فصول بتاع تنفيذ احنا نطبق الفصول بتاع التنفيذ نتاعنا يجي ولا ما يجيش الحكم هذاك تنفذ رجعنا احنا الحاجه الحاله كما كانت بحضور الخبراء بحضور عدم منفذ والبلديه علمناها وعندي او عندي التقارير تاع العدم منفذ وعندي كل شيء بي انا اني ما جاوزت القانون اني انا عندي ذات احكام وهاني راني نتبع كامل القانون ونطبق في القانون ما عملتش حتى غير تطبيق القانون به. ملا انت علاش بلدية سي مبروك لو تسمح رئيس بلدية بنان يقول باش يتم تنفيذ القرار تبرخ وليت اني عندي حكم انا الحكم انا علمتكم انا وريتكم الحكم اي وصلتنا الوثائق وعنا نسخ من الوثائق اللي انت بعثت كيفاش هو يحب يتقوى على القانون ولا باش تقوى على 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 راجل كبير زوالي معناها وش حاب يطبق كذا يدبر يتحمل مسؤوليته. واضح سي مبروك هذا الكلام اللي انت حبيت توضح. انا شو طالب تفضل يحب البلديه تفضل شو تحب تحب اخوي تحل النهج الله ها اخوي خلصني في ارضي برعين خبيه خلي شيء خبراء يقومون الأرض يعطيني حق قضي وتفضل حلك الناس عندي حدا مشكلة لي. واضح سنة تعويض من عند البلدية في حال أنها تحب تطبق القرار اللي عندها تعويض يتفضل حلك الناس أما ذاك ملكي يعني ملكي أنا حكم الاستحقاق بتاعي أو طوى أنا عندكم نسخة منه أي عنا الوثائق الكل أنا يعني ما جوزت القانون ما نتقواش على القانون نعم في حواجة كامل القانون واضح دخل عندي بين القضايا يجي 16 17 قضيه في المحكمه هو القاضي فرد واللهجه ضايع مسكر عنده اني عمري 48 عام اللي حليت عينيه ما نسكر واضح سي مبروك القضاء ياخذ مجراه اللي وفما قانون في البلاد وانت في اطار حق الرد دخلت معنا ووضحت الكلام اللي عندك الكل موثق بالوثائق اللي نجمه فهمت لقات نسخه من الوثائق هذه شكرا ليك سي مبروك بارك الله فيك يعيشك ان شاء الله نهارك زين تحياتنا ليك ولكل الناس اللي يسمعوا فينا من بنان شكرا لكم جمعه هذيا كحوسنا احنا ايمن ماك تعرف كل جمعه نمشيو لبلاصه من اكودا ساعات نمشيو لنفيذه ساعات الكوندر المره هذيا مشينا البنان الجمعه هذه جمعه جايه زعما بيمش هزنا رحله نتاع زوم 73 حسب رايك ما عندكش هكا تكهنات لا انا حاسه اما مش نقول لك المعتمديه بين 11:28 دقيقه بعد شويه سوار بن حميده موجز الاخبار ونرجع إن شاء الله نحكيه على مناظرة زعمة اللي باش تفرجوا فيها في التلفزة تفاصيل زعمة نعرفوها في زوم 73 زوم 73 أكثر من 60 سنة عداو وثنيتنا ما زالت القدام من عام 57 سنيت بنات وعلات ولمت شمل برشا عائلات وديارنا تورثتها أجيال ورجيال خدمنا تعبنا وبمحبة عطينا ما عندنا وبرشا قلوب فرحنا فروعنا في الشمال الوسط والجنوب للتوانسة زدنا قربنا والفئات الاجتماعية لكل شملنا توسعنا في كامل الجمهورية وفي المساكن والعقارات نوعنا في الجودة رفعنا وبثقة حرفائنا زدنا تطورنا وبآليات تمويل مختلفة قبلنا على خاطر نحب ونحق وحلم كل تونسي يتمنى يستقر في دويرة تلم العيلة ويعيش عيشة فضيلة سنيت الدار الكبيرة فيها تلمت كل عيلة